بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بوجودكم معنا. دي طريقة مفيدة جدا لحلول مشاكل المجتمع، مشاكل الكلية عندنا ممكن تحلوها لنا، احنا نديكم المشاكل وانتم تدونا الحلول. وده تعظيم لدور التكامل بين الجامعات أو بين المعاهد والكليات. هنتكلم على التعليم، وزي ما انتم عارفين إن التعليم في مصر دلوقتي مستواه بقى مش الليفل اللي احنا نتمناه او مش الليفل اللي ماشي مع الستاندرد العالميه. التعليم هو عباره عن معلومه استاذ بيديها، الطالب بيتلقاها خلاص في مكان المفروض ان هو يكون مهيئ للبيئه التعليميه دي. وبعدين ده جزء من تلقي المعلومه ووصول المعلومه. الجزء الثاني اللي هو التقييم العلم ده وصل ولا لا، وتقييم ان الطالب استقبل المعلومه صح ولا لا عن طريق الامتحانات. في مصر يمكن لحد دلوقتي ان احنا بندي المعلومه عن طريق استاذ بيشرح خلاص في مكان يمكن ما يسعش كل الناس، فبيبقى العدد كبير جدا. المعلومه بتبقى موجوده في كتاب هو بيحطه او بيجيب تكست بوك من بره الطالب بيقراها. الحاجه الثالثه طريقه الامتحانات لسه التقليديه، هي الطالب يا اما بيبقى فيه اساي او يمكن احنا ابتدينا من فتره المالتيبل تشويس بقى لنا سنين كثيره، لكن طريقه تقييم ان الطالب خد المعلومه لسه برضو مش موجوده عندنا بطريقه كويسه. فالمهم ان احنا لما نيجي نتكلم كلام كتير على تطوير التعليم، على ان التعليم ده هو الهدف القومي، ان التعليم ده هو الميزانيه بتاعته هتزيد، لكن في الواقع احنا بنلاقي مشاكل كتيره في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، بالفلوس الموجوده دلوقتي، باللوجيستكس الموجوده، بالاماكن الموجوده، في مشاكل كتير. المشكله مش مشكله ان احنا ندي الطالب معلومات، مشكله من جوده التعليم، الطالب اللي هيطلع هل استفاد التعليم ده هو ولا لا. الصعوبات اللي بتقابل اي حد، اي كليه، اي حاجه، اللي هي المشاكل الماليه، والاماكن، الموجوده، الاماكن المدرجات ما فيهاش كفايه، عدد الطلاب كتير جدا بالنسبه لانك تقدر تدرس كويس. يعني عندنا الدفعه حوالي 1300 طالب، لما 1300 طالب يجي في الكليه عشان يتعلم طب، عشان يكشف على عيان، عشان يعمل على عيان، دي حاجه مش ممكن تخرج فيها طالب بالكواليتي اللي انت عايزها. فاحنا بندور على الكواليتي اوف اديوكيشن. من الحلول، يعني تقدر تغطي الصعوبات دي، الحلول اللي فكرنا فيها اللي هي اليوز اوف تكنولوجي او اليوز اوف اي تي جوه الليرنينج او جوه الايديوكيشن. ودي من الحاجات، برضو انا فكرت شكري للدكتور محمود زلباني، لان هو اللي ابتدى اليوز اوف كمبيوتر تكنولوجي او الاي تي او الاي سي تي جوه الكامبس بتاعنا هنا. هو اللي ابتداها، هو عمل حاجه اسمها اي ليرنينج يونت، وكل اللي موجودين في الاي ليرنينج يونت كلهم معظمهم خريجين من نفس الانستيتيوت اللي انتم متخرجين منه. ده كان حل من الحلول ان احنا نتغلب على العدد الكبير، نشوف طريقه جديده ندي بيها المعلومه للطالب، ونغير من طرق الامتحانات بحيث ان احنا نقدر نعرف نقيم ان المعلومه وصلت ولا لا. فالدكتور محمود من 2008 ابتدى الاي ليرنينج يونت، والاول عملوا سيرفيز، انا مش موجود معاهم، لكن هم عملوا سيرفيز للطلبه والاساتذه والحاجات دي، وعملوا سيرفي برضه للكمبيوترز او الهاردويرز الموجوده في الكليه، وابتدى الدكتور محمود يعطتهم ان هو جاب كمبيوترز وجاب حاجات وابتدت اليونت تشتغل. برضو عمل كورسات للاساتذه، عمل كورسات للطلبه، وابتدت الموضوع يمشي. كان هدفنا، هدفهم في الاول، انا ما كنتش موجود معاهم، ان هم يبقى في اي كورسز، ان بدل ما الطالب بيبقى معاه الكتاب، لا بيبقى في اي كورس موجود، الكورس بيتحط كله على الكمبيوتر، الطالب ممكن يخش يبقى نفس الكتاب موجود بالتكست، بالبيكتشرز، بالانيميشنز، بالفيديوز، اذا كان في عمليات بتبقى موجوده. ده كان هدف من اهداف الاي ليرنينج يونت، ويمكن عملوا منها اجزاء كتير.
الهدف الثاني كان التقييم للامتحانات، وده برضه هنتكلم عليه بعد كده. دي من الحاجات اللي عملوها اليونتس اللي هم عملوا في احنا عندنا مشكله ان احنا عندنا في ويب سايت للكليه، ويب سايت الكليه ده اللي فيه الادمن الريجستريشن للطالب، الطالب يجي يحط كل الداتا بيز، كل الداتا بيز بتاعته تتحط عندنا داتا بيز لكل الطلبه دلوقتي. دي حاجه برضو من 2 years او يعني من 3 years او حاجه ابتدينا نعمل ان الطالب بيرجستر الكتروني. فعندنا كل الداتا بيز بتاعت الطلاب، دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، دي موجوده في السايت بتاع الكليه. السايت بتاع الكليه بيبقى تحتيه سب دومينز للاقسام، مش كل الاقسام ابتدت تتعاون معانا، لكن معظم الاقسام دلوقتي بقى ليها سايتس بتحط فيها الليكتشرز بتاعتها، بتحط فيها الفيديوز بتاعتها، بتحط العمليات بتاعتها، بتحط ممكن امتحانات تجريبيه للطلبه. ده موجود على المين ويب سايت بتاع الكليه. الحاجه الثانيه اللي اتعملت ان هو اتعمل سايت تاني اللي هو مي اللي هو ده للطلبه. ده دي بس المشكله ان الطالب في السايت الاولاني بيرجستر بيوزر نيم واي دي، وبيجي هنا تاني يسجل مع الاي ليرنينج يونت، يسجل تاني بيتعمل له ويب سايت، بيتعمل له باسورد تاني واي دي تاني، بيخش على الاي ليرنينج بورتال. ده موجود فيه كل الكورسز اللي اوريدي موجوده في كل التخصصات بتاعت اللي اوريدي عملوها الاقسام، يعني اللي اوريدي عملوها الاقسام. واحنا علشان برضه يعني زي ما انتم جايين النهارده عشان نقول لكم احنا عايزين ايه، احنا ابتدينا ان احنا حتى الكورسز دي اديناها زي مشروع التخرج بتاعكم، اديناها لطالب الماجستير عندنا. يعني هي كانت رساله بتاع طالب الماجستير ان هو يعمل مثلا في انف واذن ان هو يعمل اي كورس للاوتولوجي للديسيزز او الامراض بتاعت الاذن. من اول يعني بيحول الكتاب لاي كورس. ده كان واخدها رساله وعملناها. نفس الحكايه في الرمد. يعني ده كان اي ان تي كورس واحسن، والطلبه دلوقتي يعني الى حد ما بيذاكروش من الكتاب. بيذاكروا من الاي كورس ده بتاع جزء، ده جزء من انف واذن اللي هو الاير، بس جزء من انف واذن ده اللي قدرنا نعمله، دلوقتي احنا بنعمل الجزء الثاني اللي هو الهيد اند نيك. الطالب الانيميشنز احسن، التكست احسن، بيلينك ريفرنسز كتيره تخلي الطالب يشوف معلومه في حتت اكتر. ده بالنسبه لانف واذن. وبالنسبه للربط نفس الحكايه برضو، عمل اي كورس وفي في الاثنين في انف واذن في الرمد سجلنا المحاضرات فيديو، والفيديو موجود بتاع المحاضره مع التكست مع الانيميشنز مع الفيديوز بتاع السيرجنز. كل الحاجات دي موجوده في التو ديبارتمنت. الحاجه الثانيه اللي عملناها اللي هو الاي اكزامز. احنا من ابتدينا يمكن من 3 سنين الاي اكزامز كترايل، ان احنا علشان العدد كبير جدا سلم طريقه التصحيح فيرنس التصحيح، يعني انت بتيجي تصحح ورق غير لما الكمبيوتر هو اللي بيصحح، يعني بتدي الاسئله وبتدي له الاجابات هو اللي بيصحح. فالفيرنس من الطلبه دي كانت مشكله عندنا، الطلبه كمان كانوا بيشتكوا منها. الاوراق كتيره ما بقناش بنطبع ورق. فكل ده حللنا المشكله دي ان احنا عملنا الاي اكزامز، وابتدينا الاول على احنا عندنا تو بروجرامز، عندنا انترناشونال بروجرام اللي هو بيجي ده والبروجرام العادي اللي هم الطلبه المصريين، يعني الطلبه المصريين. والانترناشونال بروجرام ده كان اوريدي معمول للطلبه الماليزيين اللي هم بيجوا يدرسوا عندنا. فاحنا ابتدينا بالطلبه الماليزيين لان هم برضه عندهم قدره اكتر على استيعاب الكمبيوتر، وان هم ما بيحتاجوش كتير على لو انت طبقت عليه بطريقه جديده. فابتدينا مؤدبين. فابتدينا معاهم اول سنه، ابتدينا معاهم امتحانات الاي اكزامز اول سنه لانها ماشيه. السنه اللي فاتت ابتدينا نعمل امتحانات للمصريين، ما بنعملش امتحانات الفاينل اكزامز، لكن بنعمل امتحانات اللي هي زي الميد تيرم. كان عندنا كل ماده يعني كل ماده في حاجه اسمها راوند، يعني هو بيعدي على الاطفال، بيعدي على النساء، بيعدي على انف واذن، بعد ما بيخلص بيمتحن جزء من الدرجه كلها، فبيمتحنها على الاي اكزامز اللي هو بيقعد على الكمبيوتر. هم جابوا لنا بروجرام ان احنا في كويستشن بانك بنحط الاسئله وبعدين بنختار الامتحان، والطالب بيقعد يحل وبعدين بتطلع له درجه في الاخر، كل طالب بيعرف درجته، بيبقى الفيرمس موجود فمفيش حد بيشتكي بعد كده. المشكله اللي قابلتنا في اكزامز من الحاجات برضه اللي ممكن تحلوها لنا ان احنا بنشتغل الاول، بنشتغل على الانترنت.
بيمتحن مجموعه حوالي 120، يعني كل شهر بيمتحن الطلبه في قسم بيبقوا 120، يعني ممكن يمتحن في اليوم كذا 120، لكن الطلبه يمتحنوا مع بعض اوريدي هم 120 واحد. السنه اللي فاتت امتحنا فاينل اكزامز كانوا حوالي 52 مع بعض. المشكله ان احنا الاول مش على انترنت تقطع فالامتحان يبوظ، يبتدي الطالب يعيد من اول وجديد وهكذا. ابتدينا نشتغل على لوكال انترنت، لوكال نتورك، وده كان احسن كتير وما كانش فيه هازرز كتير بالنسبه للامتحان يقف او لا. المشكله ان احنا رجع نعمل لوكال سيرفرز، لوكال سيرفر للاي اكزامز كلها، بحيث ان احنا نقدر نمتحن حوالي 52، لان اماكن الكمبيوتر كلها مش مكان واحد. يعني ده 100 في مكان معين و100 في مكان تاني وهكذا. فلو نقدر نعمل لوكال سيرفر لو تقدر تقترح لنا لوكال سيرفر للاي اكزامز ويبقى سكيورد، بحيث ان احنا نقدر نمتحن عدد اكتر من الطلبه ما يبقاش في مشاكل عندنا، فده هتحل حاجات كتيره قوي يعني. برضه من الحاجات اللي بتتعمل في الكليه ان احنا كل النتائج ما بتتعلقش دلوقتي على الحيطه، كل النتائج بيبعتوها الاقسام او الكنترول على سي دي، وهم في الاي ليرنينج يونت بيحولوها على الكمبيوتر، بحيث ان هو بيدخل بس الرقم جلوسه فتطلع النتيجه بتاعته. ده بالنسبه لكل النتائج الموجوده في الكليه. برضه اللي انا شايفه واللي انا كنت مع هشام من سنتين قعدنا مع بعض، وهو كان المشاكل كلها ان احنا الطالب بيجي ريجستر بياخد يوزر نيم واي دي خلاص، وده مجرد الداتا بتاعته بقت موجوده، لكن ما بقدرش استخدمها في حاجه ثانيه. لان كل جزء او كل ديبارتمنت عامل سوفت وير لوحده كجزء منعزل. يعني الكنترول النتائج موجوده في الكنترول بس. الداتا بيس بتاع الطلبه موجوده في شؤون الطلبه بس. النتائج موجوده عند الخريجين او شؤون الطلبه على الكمبيوتر. فاحنا عايزين نربط كل ده ببعض، يعني الطالب يبقى عنده اي دي واحد، يوزر نيم وباسورد واحد يخش فيه، بيطلع له الكريكولم بتاعه. يعني في سنه اولى هو واحد هيخش، عايزين يطلع له الكريكولم بتاعه، عنده مثلا المواد بتاعته كذا، يدوس على الماده يطلع له الكورسات بتاعتها الموجوده اللي اوريدي بقت موجوده، الكورسات الموجوده على والريزلتس بتاعته، يطلع له شيت فيه كل الريزلتس بتاعته من اول سنه لاخر سنه. احنا بنطلع ريزلت كل سنه، بيطلع ريزلت لكل طالب كل سنه بس. يعني هو يدوس على يحط رقم جلوس بتاعه يطلع له نتيجته في السنه دي بس. فدي مشكله عندنا، احنا عايزين نخلي الداتا كلها كل جزء من دي حاجه واحده بس، بحيث ان الطالب لما بيخش بيقدر يعرف الجدول بتاع المحاضرات بتاعته ازاي، مواعيد المحاضرات، اماكن المحاضرات بتاعته، مواعيد الامتحانات، كل الحاجات دي بتتحط لهم على الفيسبوك او على السايت بتاع الكليه. لكن بتتحط لكل الطلبه مش لسنه واحده او لطالب، لكن لو كل طالب دخل وعرف مواعيد امتحاناته، جدوله ازاي، الكورسز الموجوده اللي عنده، النتائج بتاعته، وده وفي الاخر النتائج دي تتبعت لشؤون الخريجين برضو عن طريق النتورك ان هو تطلع الشهاده بتاعته. لكن احنا عندنا كل حاجه في اتجاه في مكان واحد. فده اللي احنا يعني لو تقدروا تعملوا لنا الانتجريشن ده، ويبقى ده كله في وان بلاتفورم بس، كل طالب بقى له من اول ما بيخش بقى له اي دي بتاعه، بيطلع له كل الانفورميشنز اللي هو محتاجها. ده بالنسبه لنا احنا السوليوشن. مش عايز احضر كتير زي هشام كوسو، زي ساندي دي وصابرين. يعني ان احنا نبقى زي صابرين اللي هي كانت في الفيديو ده، او ان احنا بس عايزين نتقدم خطوه قدام شويه بالامكانيات الموجوده والواقع اللي احنا عايشين فيه. شكرا.